أعزائي المشاهدين في كل مكان، مرحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني في القناة باللايك والشير والسبسكرايب، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعكم. توقعات برج العقرب السبت 27 مارس 2021. لماذا لا تهتم بنفسك كما تهتم بالآخرين؟ سعادتك يجب أن تكون في مقدمة أولوياتك، إذ لم تكن سعيدا في حياتك اليوم كيف ستتمكن من اتخاذ قرارات مصيرية؟ بالعمل، هل سألت نفسك كيف ستتعامل مع الشريك أو الأصدقاء؟ يفضل أن تقضي هذا اليوم بمفردك. عاطفياً، الأعزب تحرر من العقد والتحفظات والالتزامات والقيود التي تكبلك، وعبر عن نفسك بكل صراحة ولا تكن خجولاً. المرتبط، هناك الكثير أمامك، ربما أنت تحتاج بعض الوقت لتكون مع نفسك وتصارح نفسك ببعض الأمور التي تريد تغييرها والتي تريد أن تتحول في حياتك وأن تجعلك تشعر بالسعادة التي قلبك يناشدها. مهنيا، تلاقى النجاح والأفراح وتبرهن عن قدرات كبيرة وتحقق المرتجى، وقد تتلقى خبرا جيدا وتفرح بأجواء مواتية، فحاول استغلال اليوم بكل قوتك ولا تقل لا لكل اقتراح قد يعرض عليك، لأنه سيكون لصالحك. صحيا، ابتعد قدر المستطاع عن تمضيه سهرات طويلة ترهقك، ولكن من المهم ألا تنفعل من أي شيء بسيط يقف في طريقك. توقعات خاصة للرجل، أنصحك بالتقليل من الصرف العشوائي والبذخ، وتذكر أخطاء الماضي فاليوم للتفكير بالمال، وتذكر النجاح لا يقاس بما حققه الإنسان بل بمقدار المصاعب التي تغلب عليها قبل أن ينجح. توقعات خاصة للمرأة، اليوم تأكدي من أن كل شيء تقومين به له أسباب مقنعة، ولا تقومي بأي شيء من باب العناد أو أي شيء من هذا القبيل. حاولي أن تكوني منطقية بقدر الإمكان، لا تتصرفي أي تصرف قد يؤذيك أو يؤذي أحد من حولك، وحتما لن يصب بأي شكل في مصلحتك.